الممثل الاستشاري إذا كان يعني قديم وشاطر بالسوق يقدر يعطيه مواصفات بالتشطيب تبعه تتناسب مع الباكج أو الميزانية اللي المالك عنده إياها. طيب ممكن شخص يسألني يقول لي إنه يا أخي في ناس استشاريين بياخذوا مبالغ ضخمة واستشاريين بياخذوا مبالغ قليلة جدا، طيب شو السبب؟ السبب إنه الاستشاري اللي ياخذ مبالغ قليلة جدا يعني على الصعيد الورقي وعلى الصعيد الإشراف راح يكون ستاندر واحد، يعني ما راح يكون عنده شيء مختلف يقدمه إليك. خلاص أنا عندي هاي الفلل اللي هي الفلل التجارية، راح أعطيك مواصفاتها وراح أعطيك جدولها الزمني وراح أعطيك مخططاتها، أعدل شوي يمين يسار فوق تحت وأقدم لك إياها مثل ما اشتغلتها للزبون اللي قبلك. لكن الاستشاري اللي تكلفته عالية يختلف عن الاستشاري اللي تكلفته منخفضة بعدة أمور. الموضوع الأول إنه التصميم اللي يسويه هو تصميم حصري إلك أنت، تصميم يتناسب مع ميزانيتك أنت، تصميم يتناسب مع إمكانياتك أنت. التصميم اللي هو راح ينفذه يعني تصميم حسب متطلباتك أنت. فأنت تجي عليه تقول له أنا عندي فيلا، حاب إني أبني فيلا، شكرا على الورد، حاب إني أبني فيلا وميزانيتي 10 مليون درهم أو 10 مليون ريال. فهو يصمم لك مبنى تكلفته الإجمالية 10 مليون ريال. طيب أنا بدي بالمبنى بالفيلا تبعي بدي سينما وبدي مسبح وبدي مطبخ خاص وبدي طابق خاص للخدم وبدي غرف خاصة إلي وبدي حمامات وبدي مزرعة وبدي 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 وبدي. بالحالة الاستشاري بعد ما يصمم لك تصميم خاص فيك أنت وخاص بميزانيتك أنت يبدأ يوصف المواصفات بما يتناسب مع القيمة اللي أنت طرحتها. بفرض أنه أنت ميزانيتك من 10 ل 15 مليون، يبدأ يوصف المواصفات من 10 ل 15 مليون درهم، يحط مواصفات عالية تتناسب مع ميزانيتك حكما يعني، في أعلى وفي أقل. طيب بعد ما يحط هذه المواصفات اللي تتناسب مع ميزانيتك أنت، شو اللي مفروض يصير؟ المفروض أنه هو صمم تصميم معماري، بعدين على أساسه صمم تصميم إنشائي، بعدين أرسلت هاي التصاميم إلى مصمم تصميم داخلي، بعدين هذه التصاميم يعتمدها مصمم التصميم الداخلي بما يتناسب مع تصميمه أو يعدل عليها. في حال أنه مصمم التصميم الداخلي عدل على المخططات، ترجع مرة ثانية للمعماري يعدل على مخططاته بما يتناسب مع مخطط التصميم الداخلي، ثم ترجع مرة ثانية للمهندس المدني إذا كان في تعديل إنشائي بما يتناسب مع تعديلات المهندس المعماري. هون أنت تكون غطيت الأمور من كامل النواحي. طبعا ما ننسى مخططات الكهرباء ومخططات الصحي ومخططات الصرف الصحي ومخططات الدفاع المدني ومخططات ومخططات ومخططات، المخططات كثير، لكن هذه أهم 3 مخططات: معماري بداية، إنشائي، وتصميم داخلي. بعدين يرجع على المعماري يتأكد أن التصميم الداخلي يتوافق مع المعماري، بعدين يرجع على الإنشائي. خلصنا مرحلة التصميم.